السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. اليوم غادي نوجد معكم واحد الوصفة، نتمنى تعجبكم وتجربوها. قبل ما ندوزو للوصفة وطريقة التحضير، إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وإذا عجبتكم الوصفة تدعمونا باللايك. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي قشر الماوس، غادي نوجد معكم واحد الزيت للترطيب الشعر والبشر والبشرة او الجلد ديالنا ديال اليدين والرجلين. كما كتعرفوا بان دابا ملي كيتبدل فصل الفصل كيوقع التغيرات، بالخصوص في الشعر، هذا فصل الخريف الشعر ديالنا كيبقى يتساقط بزاف، خصنا نعتنيو به بالوصفات الطبيعية. ان شاء الله غادي نجيب معكم الوصفات للعناية بالشعر واللي كتمنعنا التساقط. كل مرة نجيبكم وصفة، يعني هي كل واحد نجيبكم بزاف ديال الوصفات، وهو كل واحد والنوعية ديال الشعر ديالو والنوعية ديال الجلدة ديال الراس ديالو وشنو كيجي معاها، يعني ما نقدروش نعمم نقول ان هاد الوصفه هادي جات معايا واحد اخر غتجي معاه، يعني نجربو تنجبرو شي وصفه اللي نلقاو عليها الحل، نلقاو عليها يعني يوقف لنا التساقط ويرطب لنا الشعر ديالنا. هاد الوصفه هي مرطبه، كما كتعرفوا ان الماوس مرطب للشعر، راه كاين بزاف ديال الاقنعه، هذا يعني ساهل بلا ما تبقاو يعني الموزه كتعفسوها، يعني بزاف كاين عندي بزاف ديال الوصفات ديال الموز. هذا كان عدلو الزيت ديال الموز وكنستعملوه للجسم كامل، الطريقه سهله، كتوجدوها مره واحده كتخبعوها فيما كتبغيو تغسلوا شعركم، وتقدروا تستعملوها حتى ملي تغسلوا شعركم وقبل، تعملوها قبل كقناع للشعر، ومن بعد ملي تغسلوا شعركم تعملوها صافي. هذه كدهنوا كتعملوا ملي كتغسلوا شعركم وكينشف، كتعملوا شويه في يدكم قطيرات غير قطرات، كتحكوها بين يدكم مزيان حتى كتسخن، كدهنوا بها الشعر ديالكم غير شويه باش كتساعد في المشيط وكترطب لينا الشعر. صافي دابا غندوزو لطريقه التحضير. غادي نحتاجوا اي كميه، واحد الكميه هنايا عندي هنايا واحد 5 ديال الموزات القشر، القشره ديالو غادي نقطعوهم، غنقطعهم واحد المربعات صافي، ما غنقطعهم. وغادي نحتاج واحد الكاس ديال الزيت نباتيه، صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. غادي نقطع هادو ومن بعد نرجع معكم. صافي ها هو بعد ما قطعته غادي نحتاج واحد القنينه ديال الزاج بحال هادي، كتكون واخا كتعرض للحراره ما كيوقع لها والو. غادي نجمع فيها هاد القشر الموز كامل، بحال عندي هنايا 5 ديال القشرات، غادي نعملهم هنا في هاد القرعة هادي ديال الزاج، غنزيد عليها هاد الكاس ديال الزيت، غنخليها، غادي نعمل لها الغطا، ما غادي نشدهاش غير نزلو عليها بحال هايدا بلا ما نشدها، غنعمل له هايدا، وغنحطها في الطنجرة أو كسرونة فيها الماء غليان، وغادي نخليها على النار مهيلة لمدة 20 دقيقة، من بعد عاد نحتفظوا بها في واحد المكان مظلم مدة 3 أيام، نشوف شنو غادي نعملوا لها من هذا القشر البانان، غنخليوها مشدودة وغادي نعملوها في واحد المكان مظلم. صافي دابا بعد ما دازت المدة اللي احتفظنا بها في المكان المظلم، غادي باش ما وكل مرة كنحاول نحركها، كنحركها هيدا في الرضومة كتكون مشدودة وكنحركها باش كيتخلط ديك الزيت مزيان. دابا غادي نفتح عليها وغادي نصفيها في هاد الصفايه، وغنخلي يقطر ديك الزيت، صافي دابا القشر ديال البنان طلقات مزيان في الزيت، دابا غتصفى. غادي نخوي كلشي هنا في هاد الصفاية د البلاستيك، غنخليه يتصفى، هو باقي هنايا الزيت، غنقطرو
صافي غنخليه يتقطع بحال هيدا تيقطر مزيان. من بعد غادي نحتفظ به، صافي من بعد غادي نحتفظ به بواحد القنينه ديال السيرو بحال هادي غادي تكون عندنا، ونغسلوها مزيان بالماء طايب بالصابون ونخليوها حتى تنشف مزيان، وغادي نعملو فيها ونحتفظو بها. صافي هو بعد ما تقطر مزيان غادي نجيب واحد القمع بحال هيدا وغادي نصفي هاد الزيت هنايا، غادي نكبه هنايا عفوا. كما شفتو بقات الزيت، نخلي هذا الزيت يتصفى هنايا يتقطر مزيان، ديك الساعه نرجع نكبو على هاد، نضيفو على هاد الزيت اللي عملت هنايا. غير دابا خصني باش نكمل الفيديو معكم. صافي هو هذا الزيت ديال قشور الموز اللي حصلنا عليه، نتمنى تجربوه، راه غزال وكيرطب، كيرطب الشعر، كيرطب حتى الجسم بحال اللي قلتلكم، باش الجلدة ديال اليدين وديال الرجلين او القدمين، كيرطب بواحد الطريقة غزالة. نتمنى تجربوه. صافي هو هذا الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى تجربوا الطريقة تعجبكم، ومع السلامة في وصفة مقبلة إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.